تفضلي. لك الفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. باسم جمعية شؤون المرأة المطلقة والأرملة والطفولة أقدم نفسي لهم السيدة العدي فاطمة من الولائية لجمعية شؤون المرأة المطلقة والأرملة والطفولة لولاية المسيلة. أقدم تهنئة لأمي أولا وقبل كل شيء، والمرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة 8 مارس 2022. وكل ككل عام لنشاطنا في دار الثقافة قنفوت الحملاوي لولاية المسيلة، أشكر السلطات الولائية على رأسهم السيد الوالي المحترم عبد القادر جلاوي وسيد مدير دار الثقافة قنفوت الحملاوي فؤاد عدوي لاستدعائنا كل عام ككل مرة من مشاركة هذا المعرض، هذا النسوي، معرض نسوي الحرفي التقليدي العصري الذي يشمل كل فئات من ولاية المسيلة داخل وخارج ولاية المسيلة في هذه القاعة الشرفية. هذه أقدم تهنئة للمرأة المسيلية بصفة خاصة والمرأة الجزائرية بصفة عامة وأمي حبيبتي حبيبة قلبي، نتمنى لها كل عام وهي بخير إن شاء الله وبصحة وعافية، ونقدم إهدائي الخاص والتكريمي الخاص للسيدة خلفي فلة الأمينة الوطنية لشؤون المرأة المطلقة والأرملة الأولى، نقول لها كل عام وهي بخير إن شاء الله منورة، وإن شاء الله فيها خير للبلاد. هذا الجمعية إن شاء الله رانا معاولين ننطلقوا باش نخدموا المرأة، نقدموا لها كما نقولوا الشيء اللي نقدروا عليه، نطلبوا من السلطات الولائية سيد الوالي مساعدتنا وتدخل في هذا المشروع المصغر بإذن الله. عندنا عدة نشاطات مع الحرفيات، مع نشاطات تاعنا اللي في المكتب الولائي، نطلبوا لهم ان شاء الله يد المساعدة عند السيد الوالي الكريم اللي راه كما قال قائم بالواجب وزيادة. وشكرا.